يلا بقي وقال خمسة. زيد بن أرقم: إيه أيوة كان لنفر من أصحاب رسول أبواب شارعة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا هذه الأبواب إلى باب علي. فتكلم الناس بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أمرت بسد هذه الأبواب إلى باب علي. فقال فيه قائلكم: وإني والله ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته. ممتاز. هذا الحديث أخرجه الحاكم والنسائي في الخصائص. طيب، وفيه ميمون أبو عبد الله البصري الكندي ضعيف، قال أحمد: أحاديثه مناكير. طيب.